فرحانة برشا اللي هو حاضر بحضنا ولد البونليو سود، ولد الحومة، ولد الزهرة سان جيرمان. نحكيكم على بابلو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا وميمة، شل عامكم مبروك. نس كل شل عام بيتعدى علينا وربي يعطينا الصحة والعافية. امين يا ربي، شل عامك مبروك انت زيدا وللناس الكل اللي تحبهم. كوكو العصام، نسلموا عليه برشا برشا. اكيد عصام، تو تحديدا عصام في باريس، سلموا عليه برشا. ما حابين يكون بحضينا من مالوغزمان ان شاء الله مرجي. ان شاء الله ان شاء الله نحكيوا على الغنية الجديدة لوناتيك، غنية جديدة فيها لما مزيانة بلينغوس يونغر زيد. كيف كيف عصام حاضر معاكم، كيفاش احكي لي لما هذي وعليش هما معاك بابلو؟ والله على خاطرنا أول حاجة أصحاب وخويات معناها وقراب من بعضنا على الأخر، معناها فما كونتاكت به مزيان على الأخر بينت بعضنا، معناها كسوا أنا عصام، معناها ذيك حدث ولا حرج، أنا ولا رياض ولا أنا وعبدو، مع ولا عصام وعبدو، عصام وعبدو ولا عصام ورياض، كيف كيف معناها أصحاب وخيان ماشية بالباهي على الأخر. نجموا يمكن نشوفكم لما مع بعضكم في أغنية مع بعضكم؟ أي علاش لا، فما منه فما المشروع أكيد. هذا هو بتبيعته، فما تيتر روتور عبدو وعصام وفما الروتور انا وبلينغوس، وفما تيتر انا وعبدو في الالبوم تاعي جديد هذايا، وفما مع بعضنا الكل، وفما فما فما موزيكا بيه، فما لما مزيانة وفما خدمة مزيانة في الثنية. حبيت تودع 2020 بغنية لوناتيك، علاش ما هبطتهاش في العام الجديد؟ والله لوناتيك هذيك معناها كيفاش نقول لك، اغنيه عصام مسميها هنا في الالبوم، معناها فهمت كيفاش، حاجه لخويا هذيك معناها عملتها حاجه لخوك. كيف يزيد فسر لي؟ انا وعصام معنا برشا متلامينيش في تراك وهو كي يبدا غادي معناها نجمو نخدمو انا منه وهو من غادي، اما مش كي نبداو مع بعضنا في استوديو والجو والفيلينغ هذيك هو اهم حاجه معناها. دونك مشيت بالباهي، تلمينا في ميزون دوت نتاع صاحبنا اللي نحب نعدي شاروت للزيقي والجرين رانش، كاو مشينا تلمينا غاديك ومشيت مزيانة على الاخر. ايماج مزيانة، اغنية لمكا، تحية للمكا وتحية لبي دي هاش، تحية له عصابة التصوير هذوكم والفيزيوال، ما شاء الله تخدموا على الإيماج بالكدا بالكدا، ويمكن من أكثر الناس اللي تهبط في الكليبات يكونوا إيماج هيلة تصوير مزيان هما لي رابور. بيان سور لي رابور جاو حلوا السوق نتاع الكليبات أكثر، معناها جاو حلوا العينين أكثر في تونس. كاو ان شاء الله ماشيه بالباهي وربي يجيبنا في السوي، ما عادش وقت تاع كلام، تا وقت تاع واحد يلزمو يخدم ويخدم كاو معناها، والعباد تحكم بعد. بابلو قلت في تصريح ليك، قلت انا اعطيت برشا للراب خدمت برشا للراب اكثر من 13 سنه اذا هالي حاجه هكايا. اليوم تحب تقلب، تحب تتبدل، تحب تخدم اكثر على الموسيقى اللي تتسمع في الميديا باش تكون موجود في المهرجانات، هل من بدايه 2021 بابلو باش يتبدل؟ بون كيفاش نفسر لك، بون يمكن باش نمس ستيلات اخرين العباد ما سمعتنيش فيهم، اما معناها كيما الحب مسيتو ديجا التيم هذاك، معناها مسيتو بتراك وان شاء الله باش نوصفه في 2021. باش توصفوه باش يولي اكثر، العلاقه تولي جديه اكثر، ظهر لي باش نعرفوا اكثر الحكايه هذيا. نقول لكم اللي في جانفي ان شاء الله الخطبه، حذر لي تزغريطه بربي يعني زغرت لك هنا شفتي باش تدخل القفص الذهبي كاو قيت كاينو هكا بابلو كبر شويه توا، علاقه جديه يمكن على شلي زواج يمكن صغار، شفتك المده الاخرى تبدلت، قلت باش ننظف موزيكتي يسمعوا فيها الصغار، ما عادش نحب نحكي كلام احرج في الاغنيه نتاعي. بالرسمي راه وليت كي وقفك طفل صغير في الكياس يبدا يعاود لك في كلامك بالحرف. يمكن سيد معناها كي غناها نعرفش عبارة أنت تغني فيه، أنت في الطفل الصغير هذاك، دونك هذاك علاش يلزم العبد يغزر لها الكوتي هذيك وينظف، على خاطر العباد هذيك تستحق باش واحد ينظف عليها، خاطر صغير يحبك معناها هكاك ما عنده حد شيء يحبك وكهو لله في سبيل الله، خاطر غنيتك يمكن غنيتك يعجبو دونك هذاك علاش يتابع فيك ويتحس في روحك عندك مسؤولية. يعطيك الصحة، ولات مسؤولية أكثر منها كل شيء معناها، خاطر راهو تتحاسب عليهم راهو من بعد راهو فماش. تخيلت يمكن نهار آخر يبدا عندك ولدك صغير ويسمع غنيات كيما هكا؟ بيان سور تغزر، مادامك اسمعني
مادام توا واحد يشوف يروحه ينجم ينظف وينجم يعمل يبدا يمشي معناها فيها ثنيه ذيك باش من بعد ما يبداش يلوم في روحه يقول انا مثلا نهار اخر عندي صغير ديما وحتى انا كنت قبل نعمل في موزيكا وبالكلام الزايد. دونك مادام تغزر لها الحكايه في راسك وعندك ثنيه ذيك في مخك فازي ابدا اخدم معني عليها. سيغمون بابلو فما برشا ناس باش تعجبهم القلب هذي باش يقولوا بابلو ماشي في الثنيه اللي الصحيحه، بابلو باش يقدم الموسيقى نظيفه الكلين اللي باش تكون منتشره اكثر باش تتسمع اكثر وحتى نجم نشوفوك في المهرجانات والحفلات. لكن فما فئه كبيره تقول لك انا ما حبيتش بابلو، هذا بابلو الموسيقى اللي قدم فيها هي الراب الصحيح. دونك القلبة ماهيش باش تعجبهم الناس هذوما، شنو تقول لهم؟ تتصور باش يقعدوا فان بابلو ولا؟ نقعد راني نعمل في موزيكا معناها الالبوم مسيت فيه حاجات كوميرسيال وكل شيء، اما راهو على باز هيب هوب معناها هيب هوب ومعناها حاضر بالكدا معناها مش كلام برا. تو اسمعني يعني قلت لك تو الوقت تاع واحد باش يخدم ونحن حاضرين بالرسمي حاضرين بالكدا. عندنا دو البوم منهم اللي باش يهبط نهار الاثنين ان شاء الله يبدا على سبوتيفاي ومنهم الاخر معناها بريسك قريب يكمل الالبوم الاخر، فيه راب فيه بومباب وفيه مسان صحيح معناها يا خويا خلي العباد تسمع ومن بعد نحكي. ستيل باش تقعد تقدم في الراب ولا باش تمشي تتجه الى انواع والانماط مش مهمشهم ستيلات نجم نمس اي حاجه تغني انت عندك صوت مزيان. انا على باز الرابي ونعرف نغني وزدت تعلمت وليت نعرف نغني اكثر من اللي كنت نعرف وان شاء الله باش نعملوا سيزون باهي. باش نعطيك يمكن افكار تنجم تدور في احبها الراب، بابلو ولا مادي يخمف الفلوس يعرف اللي الموسيقى هذه تتباع اكثر تتشاف اكثر؟ بيان سور عندي 13 سنه كان ما نعرفش في 13 سنه الموسيقى اللي تتباع والموسيقى اللي ما تتباعش، عاد نمشي نحل خويا نعرفش انا بلاي ولا فازه وصايب عليا من الراب. خدمه وليت؟ بيان سور خدمه ومين شبيك العبيد راهي ما تفادلكش ونحن توا رانا جينا في وقت صعيب على الاخر معناها بون صحيح هي تحلت كوتي مهرجانات ودرشنية ما توا اللغه ولات راهي كوميتيت وعصابات وشكون عنده كونتاكت اكثر وشكون يمس في كجمرت وشكون يمس في دراوين وشكون وعنده هذا بابلو ولا ليه؟ ولا بديت تخمم في هذا تعمل كونتاكتوات وشكون يعاونك اكثر؟ يلزمنا نعملوا كونتاكتوات بهين وعنا علاقات بهين مع العباد والعباد تحبنا وعندها فينا ثقه معناها وان شاء الله راني قلت لك نخدموا تم بعد تو ريزولتا تعاود تعيط لي لهنا في نفس الكرسي هذايا وتو نحكيو على ريزولتا وانا ذا اللي نتمناه ان شاء الله هيك تكون ناجح توصل اللي تحب عليه ان شاء الله ومان. تنتشر اكثر وتنجح اكثر وانا مع الموسيقى نظيف ان شاء الله نحب هذا. قلت ماكش باش تبدل ماكش باش تتبدل الموسيقى نتاعك باش تقعد هي اما جوست باش توصل بطريقه اسهل واوضح. هذا هو روح الزبده معناها كما يقول رياض بلينغوس. تحيه ليه يلزمك تلقى طريقه توصل بها الموسيقى اسهل لا اكثر لا اقل. وانا لقيت السوسه ذي الخلطه العجيبه ذي عندي كهو بديت نخدم بها. قوه الراب اليوم كي نقولوا رابر قوي لازم يكون ستيلوه قوي والا يعرف يختار عنده العين والاذن ويعرف يجمر بالقدا. يلزمه يكون يعرف زيدا يلزمه يكون يعرف يرابي ستيلوه قوي ويلزمه يكون عايش حاجات مسته في ذاته مسته في هو مثلا انا مروان مستني في انا كمروان تجارب خطر صعيبه يعطيك الصح كوسوا صعيبه ولا باهي اما المهم التجربه مسته في نفسه معناها كيما اللي صار لك في رمضان خاطر وقتها حتى حد ما ينجم يعبر عليها الحكايه هذيك كيما انت ريتها معناها وانت عشت تجارب صعيبه بيان سور عشت برشا تجارب صعاب والحمد لله. ونتصور اليوم بابلو مؤهل انه اكثر عبد ينجم يحكي على تجربته مع المخدرات اللي بطلها واللي قرر نهائي انه ما عادش يرجع لها بيان سور واليوم لوبجيكتيف نتاعو انه يوصل الميساج للناس انه المخدرات راهي حاجه خايبه وتنجم تدمر حياه العبد
والله المخدرات حاجة خايبة وتنجم تدمر حياة أي عبد معناها. والناس توا ما ياسر كبش فينا نحن اللي زارتيست الموضوع هذا متاع المخدرات كلها رايت كلها تضرب معناها جوها بي وكلها ناس ناس كلها أما هكا زعما نحن رابوريتا كلي كل مرة ملفقي لنا موضوع أو زاتلة أو درشنية أو هاي ولات مواضيع أخرى تربط بيكم علاش هي, هي المشكله فينا نحن ما انتم الموسيقى اللي يمكن تهبطوها تحكيوا اكثر الحاجات اللي تحكيوا عليها هي الحرقه الزطله المخدرات على خاطرنا نعيشوا في ستريت خاطرنا نعيشوا في كياس الدوله راهي اسمعني الدوله راهي مش قاعده راهي تعيش معك في كياس راهو يمكن معناها ريتو هو القاضي ولا منعرفش ولا اي سلطه في البلاد هو صحيح مواطن من المواطنين في المجتمع التونسي وكل شيء اما تحسوا كي كيفاش فسر لك وما تحسوا كي تحط في في خدمته معناه ما عادش يولي مواطن تحسوا عبد زعما هو مش نورمال متربي على الاخر وانت خنفوس على الاخر هو يخدم في خدمته ديك خدمته فهمت ما هو اي تخدم خدمتك زيادة اخدم خدمتك صحيحة ما مش تقصروا في حاجات وحاجات نعملوهم زعما زعما صحاح وحاجات يلزمنا نتبعوا لأوروب ونحن نعيشوا في الافريق ما عجب الجاتو معناه المرحلة الجاية عجب الجاتو المرحلة الجاية الأغنيات اللي باش تهبطهم ولا الألبوم اللي يمكن باش تهبطوا في الأيام الأشهر الجاية باش تكون باش يكون بازية على المواضيع هكا أنك ما تشجعش على المخدرات والدروغ وباش تقلب جملة واحدة بيان سور فما تراكيت من من السيتواسيون اللي واحد تحط فيها وفما فما تراك اسمه تراك شامة خدمته هنا وحبيب زقانق حاب نعدي له تحيه تحيه ليه تراك هذيا حكينا فيه على موضوع اكبر يمكن من الدروغ اللي نستعملوا فيه نحن اللطف نحكيه على على عبادك اللي مرضت به جمله اللي اثر على صحتهم اللي اثر على صحتها ومرضت به وليت معناها العباد تعيش به حتى شيء فما عباد مت منه فما بون هي الفئه هذيا عندنا منها برشا في تونس مي حتى كي تجي المواضيع هذيا في الميديا يحاولوا كي يلطفوها تاع كي يربطوها بين زتله وماده كوكايين ما يعرفوش العباد فيش قاعده تعمل معناها حكيت عليه الموضوع هذا يزينوها اكثر يعطيك الصحه يفينوه وما زعم في المكياج الميديا الاعلام اكيد انت هذا تعرف كيفاش ماكيجو ماكيجو برشا باش نظموا شوكي والناس ما يصيرش في الخفيف ما سينيه الموضوع هذايا وان شاء الله بالرسمي الارتيست تولي تمس مواضيع كلي من داخل من داخل من داخل متاع متاع الحومه ومتاع الحاجات اللي ما تحكيتش العروق العروق خاطر عندنا برشا تراك نجمو نحكيو فيهم برشا تراك نجمو نمسوه القرارات اللي يمكن انت خذيتهم اليوم بابلو انك باش تحكي في المواضيع هذه الكتيبه ماكش وحدك معاك عصام بيان سور بيان سور عصام مشاركك في القرارات موافق عليهم بيان سور عصام عنده فيا ثقه باش كي نحكي في موضوع معناها ما مؤهل كوني باش نحكي فيه الموضوع مانيش باش نجي نحكي على حاجه ما نعرفهاش معناها موافقك بيان سور راني قلت لك موافقني كان جا ما عندوش فيا ثقه ما يخليني يقول لي مثلا مروان مش وقته نجم تهبط حاجه هو مش موافق عليها قلت لي ها ما عجبتنيش لا مش اما انت مش موافق عليها مثلا والا سوجي مش موافق عليها باش نزيد نحدد لك سوجي يقول لك لي ها لا 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 تهبطها لا نحن عندنا لا 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 قول لي عصام مثلا ما تهبطيش ما تهبطيش عصام كلاش جنجون باغ اكزومبل في حياه لو شفتك في مع نجوم قلت لي انا حياه لا عجبتني ونقول للجنجون واصل وكمل اي قلت له اخدم على روحك واصل وكمل من بعد معناها الدنيا اثبتت لي كونه كلام عصام صحيح كيف كلام عصام صحيح كلام عصام صحيح يعني بدلت رايك معاه في خدمته يخدم الطفل على روحه جو به معناها اما راك حبيت نحب نقول له كلمه مثلا راك ماكش وحدك معناها صاحبي توا راك ماكش ملك روحك معناها راك ملك العباد فما عباد تبع فيك وعباد تحبك صاحبي الفازة اللي صارت لك ما كانش لازمها تصير وراني انا واحد من الناس راني اوك قدام ربي صاحبي مانيش شامت فيك معناها ولا حاجة اما عيب معناها في حقك وفي حقنا احنا راهي عيب لا اكثر ولا اقل وراني معاك صاحبي ونسيان لك وكهو
باش نفسروا اكثر للناس. حسب ما فهمت اللي انت غضتك ولا تغششت ولا ما عجبكش الفيديو اللي هبطت على جنب. بيان سور ما يعجبنيش، وكان صارت على اي واحد اخر راهي ما تعجبنيش زاد. شنو الحاجه اللي تضر بابلو كي صارت الحكايه هذه مع جنجون؟ شنو هي المضره اللي ترجع لبابلو؟ ارتيست، نحن رانا ارتيست هويت، ونحن رابوريت مستهدفين، اكثر فنانين مستهدفين، كوسوا في اي حاجه، في اي حاجه رانا حاطينها كموضع شك، محطوطين في تونس في البلاد هذيا الرابوريت محطوطين موضع شك، هما اللي يتيحوا على الزطله، هما اللي يجي منهم الكلام الزايد، هما اللي يعلموا في الصغار في درشنية، هما اللي يتيحوا اللي يتشدوا بفيديوهات، هما يتشدوا بدرشنية، هما فهمت؟ هذه كله ماشي في ضرورتنا. وقت اللي نحن توا ما صدقنا الربي اللي بدات تحل بشويه بشويه، وبدات بلوز او موان الموزيكا بدات تشد في ثنيا في تونس. ليماج تصلحت شوي. باهي. ما ماهيش باهي. وانا والله العظيم لاني شامت فيه. اقسم بالله العظيم لاني شامت فيه، اما بالرسمي ما تجيش. يونغر زيت الجمعه اللي فاتت كان حاضر بحثي، قلت له لي انت في اغنيتك الاخرى كلاشيت جنجون، قال لي صحيح، قال لي باش يمسخ الراب انا موجود. نحييه على شجاعته يونغر زيت. وأسانده الرأي. نقرأ لك تعليق يمكن اللي جات اليونجر زيد وقتها. أنت تحب تطلع على كتاف جنجون، أنت تحب تعمل البوز على كتاف جنجون. يونجر زيد ماهوش شكونك أنت وقتاش جيت؟ هذوما التعليق اللي نسبة كبيرة منهم كانوا هكا. أنت شكونك باش تكلاشي جنجون؟ نأكد لك ونبرهر لك. نبرهر لك. برهر لك. فاز هذيك. كونه يونجر زيد ما يستحق حتى ارتيست في تونس باش يطلع خاطره تفول بوتنسيال، وانا كان ما يجيش بوتنسيال انا واحد من الناس ما نجيبوش في البوم تاعي. هو يفرض في روحه وفرض روحه وفك هكا توندونس ميت فرانك سبونسور ما فيهاش. توافقوا كي يقول وصلت لمرحله انه رابوريت ولات تسبني باش تطلع؟ يونجر زايد هذا قالوا الجمعه اللي فاتت عندي انا. اش قال؟ قال وصلت لمرحله انه الرابوريت ولات تسبني باش نطلع. صحيح. معها على طول خاطر. معها الايجو نتاع اي رابور هذاك يتحدث ونحييك صح. عصام ملك الايجو تريب. ملك الايجو تريب. ويونجر زيد باش يفك له بلايصتو؟ والله كان ينجم مثلا يعملها الفازة معاه جاوبي. كاملين معاك. خاطر عندي ثقة كبيرة في ثقة عامية في ساعه. كيف معناها؟ عندي ثقة عامية في عصام، أما كان يونجر زيد ينجم يعملها أبن من البنة تولي. كأنك هكا تقول مستحيل. شنو صحيح تنجم تعملها، مستحيلة الحكاية. الدنيا ذي الواحد تخلق فيها باش يحاول، ثم يحاول. كان فشل يعاود يحاول مرة أخرى. أحسن كلمة قلتها. عجبتني بابلو. الأغنية حسيتها مأثرة فيك برشا. شنو شما؟ خاطر نعيش في الكياس برشا، حاوس في حوام الناس برشا، نشوف في حاجات ما تتشافش برشا، هذاك علاش تكتبت الاغنية. حبيبي يمكن توصل ليماج اللي انت تشوفها اللي يمكن ماهيش قاعدة تتراع عند الناس. بالرسمي فما برشا حاجات ماهيش قاعدة تتراع عند الناس. أنا قلت لك الميديا علاش قلت لك يزينوا الحاجة اللي يحبوا يغلفوها يغلفوها. فهمت؟ يجي مثلا يحط لك القنب الهندي يعتبره حاجة كما نقولوا حاجة خايبة على الآخر، وقت اللي هي كمخدر تتسمى أخف حاجة في المخدرات. ممكن تحب تمس الموضوع متاع المخدرات، مسهم من عروقه، معناها مسهم من الحاجات اللي تقتل، اللي قاعدة تقتل لك في الشباب متاعك، مش في الحاجات اللي الكبارات التاجر بها. ولوج على الأسباب. هاني قلت علاش وصلوا الكبارات التاجر بالمواضيع هذيا. ذي عبيد ذي ركايب معناها فاهمة وميمة، معناها ذي حاجات مش عبدي عنده 5 ملايين ولا 100 مليون باش يخدمهم، معناها ذي حاجات نتاع عباد دميدم نتاع عباد عندها بالرسمي فلوس وعندها عباد وعندها معارف في الدولة وعندها واللي ما يتشدوش. شنو؟ ما يتشدوش. مالها وينك؟ تشدوا نحن، تشدوا هما.
تشديت انت اي بيان سور من غادي تبدل بابلو اي من غادي تبدل بابلو مو مش بابلو تبدل مروان معناها من غادي بدا يفهم بديت نفهم في شبكه العنكبوت اللي هذه قاعد يعيش فيها فسر لي بابلو شنو اللي صار بالضبط تجربة يمكن نتصورها صعيبة ولا لا يعود عليك بيان سور يا بون هي راهي الحاجة اللي تغيظ راهو الوالدين والتعب هذاك هو اللي أكثر حاجة راهو أنا واحد من الناس أنا أكثر حاجة غايزتني خاطر وصلت أمي وبابا جاو يزوروا فيا غادي معناها البلاصة هذيك مي على روحي أنا غلطت وحاسبني القانون معناها فهمت فاش نحكي لك نحكي على المرة الأولى أنا مرة ثانية مازال ما نجم نعطيك حدا ديتاي خاطر مازلت في حالة صراع كل شيء مي انا غلطت في المره الاولى هنايا وتحاسبت اللي غيظ الوالدين هما اللي تعبوا هما اللي يبكيوا هما اللي كذا انت هكا دخلت وخرجت روحت توا من با تخمم فيهم الايامات هذوك دموع امي غاليه هذاك علاش بطلت بيان سور انا بالرسمي بعدت على الحاجات هذوك وبعدت على المشاكل بصفه عامه على خاطر دارنا هذا هو معناها وبعد كي بديت نكبر وبديت نفهم اكثر معناها حلبت لي الواحد كان يعمل في برشا حاجات غلط اما بيه مادام 25 سنه واحد مازال بدا يعمل في عقل بيه برشا اللي يعجبني فيك اللي تحاسب في روحك وتقول اي انا غلطتوني بيان سور نبدل هذه نطور في هذه دونك انت واعي اللي ماكش تنجم اي انسان ينجم يغلط وينجم يرجع وينجم يبدل من روحه وما بين الحاجات اللي يمكن سمعتهم على بابلو قالهم قال فما عبيد فهمت خير مني انت مخر كأنك فهمت شنو اللي ما فهمتوش وفهمته مخر زي الموضوع هذا تحكي في موزايك مع هادي زعيم اكزاكتومون وقتها سألني على قال لي فما عبيد جيت بعدك وطلعت في الموزيكا كل شيء قلت له فما عبيد بكشي هي فهمتها الحكاية خير مني معناه خاطر جيت برشا عبيد بعدي وتك طارت طارت العبيد اما شوتي اسمع في تونس مو جي عمل لك العام عمل كيما نقولوا كالعام البي تاع الكارير زعما ما تسميش ذكي اما شنو ما تسميش ذكي ها تعرف علاه ما تسميش ذكي هاكا تحت فما برشا عبيد تحت عملت تكة وبعد عملت تكة فهمت انا قاعد نغزر روحي ماشي في ثنية صحيح وكان طلعت ما عادش تطيح انت بديت درجة درجة ايه انا كنت طلعت كان وصلت للدرجة اللي خليها كيكة وكهو لا يا عاد قال لي ما تخلينيش هكا كان وصلت للدرجة هذيك للدرجة فما درجة كان وصل لها ما عادش انتي حالها اللي هي الخدمة هاني قلت لك وما هي ما الخدمة هي اللي باش توري برشا حاجات وقتاش يقول بابلو سي بون انا وصلت لي نحب عليه شنو هي الاوبجيكتيف نتاعك شنو هي الاوبجيكتيف نتاعي في تقول نهار تقول انا سي بون وصلت لي نحب عليه اللي بنيته واللي رسمته واللي حددته وصلت له انا امنيتي نعمل فازة كيما ظفور فسر شنو هي الفازة ظفور هذايا ايميسيون فيها عبيد فيها بوف دي دي وفيها عبيد كي تبدا تسمي فيهم لحبه كي قشعر معناها ايميسيون هذايا خويا انا نغزر لها حل مش نورمال في تونس كيفاش ان شاء الله انا نحب بعد الموسيقى معناها باش نركز على بروجي نتاع باش نركز على بروجي نتاع ايميسيون ديجيتال ولا في التلفزه شنو ديجيتال ولا تلفزه مازلت ما نعرفش شحوالك مع الاعلان سافا ماكش متقلق من الاعلان ترى ماخو حقك بلاستيك موجوده يعيطوا لبابلو ولا ساعات بابلو يبدا يكارتي ساعات يبدا يكارتي وخير راهو خير مازال الوقت علاش يكارتي يا خويا في نظر بيا باش نفسرها لك كيف ما هما يقولوا في نظرهم هما كيما نقولوا فما عباد مثلا تستحق باش تكون هي في الكرسي متاع التلفزة خوف العباد هذوما شكون؟ نعرفش هما يعملوا في التراتيب متاع الارقام وشكون الاول والثاني والثالث والرابع والخامس بالنسبه ليك فما في تونس ريت نقول لك حاجه في تونس ما فما حتى حد يستحق يكون الاول
والله في تونس فما حتى واحد يستحق يكون الاول. لازم فما الاول. ليه لازم فما واحد فماش في تونس واحد يستحق يكون الاول مادام القلوب ما هي صافي. بالتي ماهوش الاول؟ انا نقول لك لي بالتي ماهوش الاول. تو تعرف علاش نقول لك بالتي ماهوش الاول؟ على خاطر سي سور بالتي زاد عنده 770 الف عبد قاعد يحكي فيه بالخايب. فما فيش نحكي لك قول لك انا خير وعلاش اي ما ولادي بوك وحده يا اخي هو تيش عنده يا اخي قبل هو في الراب تي مو بعد جيب درشنايه وبعد فهمت تبدا العبيد تخلق لك فك الاعذار. لكن مقياس الاول مش هك مقياس هو بعدد المشاهدات ونجاح المزيكا قداش عندك من ابوني في الشين نتاعك دخلت توندونس ولا ما دخلتش توندونس هكا نقيموا ونقيسوا النجاح مش شكون حكى بهذا وحكي بهذاك. الاعلام الاعلام ديما نقول لك الاعلام علاش تو مثلا لي زارتيست اللي قاعده تجي في التلفزه مثلا ما فماش ارتيست ويت اخرين ماهمش قاعدين يتعداو هو مخير بيان سور فما غير زيد ما يستحقش يكون في التلفزه. بلينغوس بلينغوس وقت اللي قال خلينا نكمل لك قال انا قليل الظهور في الاعلام خاطر ما عنديش ولد حومتي انيماتور باش كل جمعه يعيط لي بعد الديكلاراسيون هذيك ينقر زيد نشوفوه في الاعلام في الميديا بعد اللقطه هذيك بلينغوس شفته في الميديا بلينغوس اي انت قلت لي يونغر اه بلينغوس سامحني انا غلطت دخلت علي انا نحكي لك على يونغر زيد او كبلينغوس تو نقولوا ظهر في الاعلام وسي بون يونغر زيد ما يستحقش يكون في تلفزه عليه اللي يجيو يرابيو معناه خير من يونغر زيد لوجيك نحكي من منطلق طفل صاحبي ومن منطلق هو عنده هو نمرة واحد في التوندونس ومن منطلق طفل يعني في موسيقى به على الاخر. ايه ما يستحقش يكون مثلا في التلفزه يستحق يكون يستحق يكون في التلفزه لا بروف اللي هو الجمعه اللي فاتت كان حاضر بحالي هذاك علاش راني قلت لك انا هما عندهم ترتيب تاع شكون نمره واحد وشكون نمره ثلاثه شكون هما العباد اللي تخدم في الميديا شنو هي شكون هم العباد اللي تخدم في الميديا طيب تسمي ما نعرفش ما سميش اسامي انا اسمعني راني ما سميش اسامي اما الناس كل تعرف اللعب تو في تونس ولا على المكشوف ولات الناس كل محلبه ما عادش شنو يعني الناس كل في بالها الناس كل تعرف كل واحد يشوف يثنين روحه شكون اكثر فما هكا دي رابور موحدين قاعدين يضروا في التلفزه تنجم تذكر اسامي ولا ما تذكرش اسامي فما اسامي تقول العباد هذوما تتساءل علاش هما بيدهم يتعاودوا يتشافوا في التلفزه هما بيدهم ضحايا يا بنتي هما بيدهم ضحايا يا اخي في فمش باساجات تاع تلفزه تكسرت فيها رابورات تقصد في سمارة؟ ليه ليه مثلا؟ مانيش هاي مثلا سمارة ما تكسرش في باساج نتاع تلفزة مثلا عبد اللي شوتاي فهمت فيش نحكي لك معناها راهو راهم تلافز ماهمش باهيين 100% وراهو فما وماهوش الترتيب نتاع التلفزة اللي تشوفه في التلفزة معناها هو مش نورمال على عباد أخرين وراهو فما برشا عباد أخرين ترابي مش نورمال ماهيش موجودة في التلفزة علاش خاطر عندهم كليم زيت بين الظفرين يا والله عجب الجاتو يا ميمة والله عاودتيني العجب والله يا ميمة الدور تتصور توا هالقلبة اللي باش تعملها وباش تولي تهبط اغنية موزيكا نظيفة خطة مش قلبة خطة 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 باش تدخل التلفزة شنو خطة باش تدخل التلفزة باش تدخل التلفزة عليها يا اخي داخل الجامعة على خاطر على خاطر الاغنية كيما تحكي انت معناها تلافز قلت ما يعيطوناش خاطرنا كلامنا فيه كلام حش وزيد ليه انا يعيطولي انا اون جينيرال بابلو نحكي على نحكي اون جينيرال ما يعيط اي خاطر كلام زيد اي كي تتبدل تو لا لا السوق نتاع الموزيكا في تونس فكون رابر فما حتى حد ياكل في الخبز مع رابر صحيح كلامك صحيح موافقك حتى مثلا المزاودي اللي يطلع ولا حاجه يتعدى في تلفز اللي خلقهم ربي كل يتعدى في الراديوات اللي خلقهم في الباساجات تاع الراديوات الكل عادي تلقاه فيها فهم معاك وبعد نلقاه معاك وكي حتى مزاودي نورمال معنا فهم يتعداو الكل باش تتعدى الاغنيه وتدخل الثالثه ولا الرابعه ولا الخامسه في التوندونس يتعدى بها في التلفزه واو اغنيه نجحت فهمت والنوم اللي شفت الكبار يعمل فيهم مره ينقر زيد لا عمل تلفزه لا ميديا لا راديوات لا حتى شيء وتخلوا لي في توندونس اي تنجم تثبت روحك وتفرض روحك بخدمتك الخدمه إيه يعني هي اللي توصل ما عادش مستحقين تلفزه ما عادش بس عندكم الديجيتال عندكم بدي عاد رابوريت تو باش تولي تعمل تلفز وحدها اكزاكتومون إيه يعني ما عادش مستحقين نحكي لك انا اون جينيرال نحكي على الموفما في تونس ماكم انتم تدخلوا في الراب الكولتور نتاع التلفزه ودرا شنيا وانت ارتيست وتعطي بطاقه احتراف ومهرجين وكارتاج ما
صحيح ولا ما ماشيين نحنا في اللغه هذي ما كيفاش تعيط الرابرات يا تعيط للناس الكل اللي تستحق الكل يا ما تحطش يديك في حاجه ما تدخلكش فيها. بابلو يطالب بمبدا المساواه في الاعلام في التلفزه بالرسمي مانيش نحكي على روحي راني مانيش نحكي على فهمتك روحي فهمتك نحكي على ارتيستويات تستحق باش تكون موجوده في التلفزه وانا صاحبي يونجر زيد بيس ونحبه على الاخر وتغيظني على الاخر كي ما نشوفوش في باساج في تلفزه انا مثلا ان شاء الله يتشافوا ان شاء الله يعرفوا اكثر ويونجر زيد قاعد يخدم في خدمه مش كان يونجر زيد معني برشا عبيد اخرين نعم برشا 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 عبيد برشا عبيد اخرين مستحقه تكون تتعدى معناها باش بشاناتها تتحرك خاطر عبيد كان تنفخوا فيهم الامل هذاك الباهي تو العبيد زيد تعطي افور اكثر وتخدم اكثر وتشوفوا كاليتي نتاع موزيكا خير وتقدم الناس الكل حاسيلو عجله كامله هي النومبر دو فيو قاعد يطلع راضي عليه التراك اللي هبط ما ريتم اللي هبط قاعد نسمع فيها بيترو ما رجعتلوش اليوتيوب عامل في 140 فاز هاك راضي نوامر لي مانيش راز ما تصرفوا ما تصرفوش فلوس ما غير سبونسورينغ ولا حاجه لا كله دي فري فيو كله خويا من المنتج للمستهلك كي نحبوا نعملوا نوامر في الشان نتاعنا نجموا نعملوهم وعندنا الطريقه ونعرفوا مع شكون نعملوهم وعندنا الخطط الكل اما احنا ما نحبوش اما احنا ما نحبوش الخطط والناس تعرف الخطه نتاع الديجيتال في تونس عندنا راينا الخطه نتاع الديجيتال في تونس راينا والله العظيم لان قاعدين نتبعوا فيه الموضوع جم الكوارت مكشوف الكوارت مكشوفه نلعبوا بالمفروش فما دي رابور بابلو قاعدين يدخلوا توندونس ويعملوا في نومبر دو فيو كبير وهم ماهمش صحاح ودي فيك و تعرفوهم انتم بالاسم؟ نعرف تفيقوا بهم؟ الله خير كيفاش تفيقوا بهم؟ يتعدى قدامي كي يحب يجري يومين نكابتيه كيف تفيق؟ فيق فيق خاطر ما نرقدش انا نفيق ديما فيق فيقوا ببعضنا يا ما الناس هذوما اللي قاعدين يعملوا في دي فيو كبار موجودين شكونهم معناها شكونهم هما نوامر نمرو واحد في التلافس هذوما اللي نرجعوا الموضوع خلينا نحكي بامور مكشوفه ونحكي توا هكا في الغاز شكونهم اللي قاعدين يظهروا في التلافز من لي رابور معروفين سام فرا سامارا الي كاسترو الكاسترو لا يا بنتي سايب الراجل الراجل المسكين ما عادش ما موش نمر واحد اول حاجه ويخدم في موزيكا جو باهي وبعيد وقتنا من الكاسترو خاطر العباد تنقش تقول لك الكاسترو درشنا وانا ما عندي ما حتى ما عادش وفات المشكله وفات المشكله وصافي يا لبن حليب يا اشتر ونحبوا بعضنا وباش ترشح رئيس وجو باهي تنتخبوا شنو تنتخبوا الكاسترو يترشح رئيس شنو حتى نشوف الخطه نتاعو تو بعد نقول لك شوف خاطر اللي يجي لتونس يلزمه خطه معنا. بيان سور يخي باش يتقدم عنده نورمالمون لا مش خطه باش يتقدم بها خطه باش يتحايل علينا بها اللي في الانتخابات كل قاعدين يتحايلوا علينا ليه قلت لك اي رئيس يجي لتونس ايه؟ عنده خطه باش يتحايل بينا عليه كلام كبير اي كيما اي واحد بالرسمي اي رئيس اللي يجي لتونس يجيب لنا خطه يتحايل بينا عليه قيس سعيد مثلا الرئيس قيس سعيد ولا قدر شنيا ودر شنيا ودر شنيا انت انتخبته؟ شنيا؟ انتخبت قيس سعيد؟ برجو لي ندمت خاطرني انتخبته علاش ندمت؟ ما لقيتش اللي انتخبته عليه؟ ما فهم شيء كلهم ما فهم شيء هم كلهم ما فهم شيء يعني تو خلينا نرجعوا لكاسترو الكاسترو كي يقول لك ماهوش باش يتحايل الكاسترو باش يعطيك يقول لك باش نعمل هكا وهكا وهكا شنو اول حاجه ساعه الطالب بالكاسترو يعملها كان ترشح للانتخابات الرئاسيه مادام ولد الكولتور مثلا نقترح عليه خويا يطور الكولتور في تونس يعمل حاجات به الكولتور في تونس خاطر بالرسمي ناقصين برشا حاجات بوعنا العباد هكا تفهم وكل شيء وتتبع مي الماتير ما فماش معناها كيفاش الحاجات ما فماش حاجات نتاع ثقافه ما فماش عباد مثلا تعاني دور مسارح في سينما انشطه ثقافيه هو كرتاج بيدو معناها اشترى بقى كرتاج وتاع مسكين لاباس مازالكم ليه ليه بالرسمي معناها الثقافة في تونس تعبة حالها تعب الحاجة الوحيدة اللي عندنا تصلح في الثقافة في تونس مدينة الثقافة مازلت جديد
فهمت. اما الحاجات الاخرين برا اللي عملها بن علي مادام وهو عملها بن علي يرحم ولدي يرحم ولدي بن علي لا يرحم اذكروا موتكم بخير وما ربي والكسر هاني قلت لك والكسر كان يترشح للانتخابات خويا كما نقولوا يولي رئيس مادام ولد الكولتور هاني قلت لك يطور لنا الثقافه في تونس ما تخموش في نقابه تعنى بمشاكل لي رابور انا نقابه بلي علي نقاب دفع على رابور اسمعني هاني والله انا ديما نقولها قلتها برشا مرات ونحس العبيد ما تركزش معاه راي العبيد في تونس ما تعبش بعضها يمسكيو على بعض ويتلموا ونعملوا تصويره ونمشيو نغنيو في كاربي ديم مع بعضنا ونمشيو نعملوا نخرجوا دراوين ونمشيو للطبيعه القلوب مش صافيه القلوب ما هي الصافيه المغرب موزيكا طارت فيها على خاطر العبيد حطت اليد في اليد وخدمت ومن بعد تفرتوا وعملوا بيفات وعملوهم ما يخدموا العبيد طوروا الكلتور نتاعهم يخدموا عندهم زاد الامور الماديه لاباس بها الدوله قاعده تمول في الثقافه انت كان لحظه كان لا عاش فسر لك حاجه ابار الدوله قاعده تمول في الثقافه كان جيت العبيد لهنا في تونس حتى اليد في اليد كيما قبل فما ايبوك جيت راي عبيد وصلت راينا حات بها قانون 52 كلتور نتاع راب راي ذاك الجيل هذاك في الموسيقى راهو بدل القانون والقانون هذاك كان مستحيل في تونس كونك تحكي عليه من نصل واضح راهو لي رابور يلزمهم يفهموا كونه ما عادش وقت نتاع بيفات في تونس حبوا نعملوا موزيكا ونطوروا موزيكتنا احنا يلزمنا نكونوا مع بعضنا الناس الكل بالباهي بالخايب الخايب يعاونوه والباهي يعطي من الباهي نتاعو للعباد اللي ينقصها وكيكا وتتعاون العباد وتخدم وتتمس موزيكا مع الناس كل تمس مع بعضها موزيكا منزل بورقيبة مع مثلا مع المرسى والمرسى مع ساوسايد و تتنحى معنا عقلية الكلونيت وتوزر مع تيجروية عقلية الكلونيت تتنحى ريتها الكلونيت ريتها الكلونيت تقعد كيف ما هي يا اخوي اما ريتها الكلون ذاك يمشي حتى الكلون ذاك والكلون ذاك يمشي حتى الكلون ذاك ترجع امور شويه محبه بين الناس. اما بابلو في الكولتور نتاع الراب الكلاش يزيد. جات بيريود في تونس ما فماش كلاشات، وحتى كي تسمع كلاش قليل وين تسمع كلاشات. نحكي لك راهو نحكي على ايبوك قديم، وقت العباد تتكي في سيستيم، وقت العباد شد السيستيم خضته لين طيرت منه رئيس وبدلت منه قانون. هاي ريزولتا وين تحكي لي انت شنية عملت بالراب. هذه ريزولتا من الحاجات اللي عملهم الراب في تونس. توا تحب تخدم ما وليت نيو سكول وليت العباد الكل تعرف تغني وكل شيء. انا فاي وريو شنو تنجموا تعملوا مع بعضكم. الراب اللي موجود توا وتشوف فيه راضي عليه، الراب اللي يقولوه الرابرات القدم جينيراسيون القديمه فينو فريريت يغني على الحب ستيلي ماشي الراب لا 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 واش فسر لك حاجه. الموسيقى في تونس تطورت. البوم باب ريت البوم باب هو اللي بدا يتفقد في تونس، هو اللي كيما نقولوا نحنا ولا ما عادش كيما نقولوا شادت كيما عوامل تالي. جيت موسيقى اخرى تراب وجيت دريل وجي مش تفي ما يتفاش البوم باب على خاطره هو الباز نتاع اي الباز هذاك نتاع الكتيبه والباز. العبد اللي نجم يكتب لك على انسترو بوم باب راهو ينجم يكتب لك على ما نعرفش راهو يكتب لك على سامفوني فاهم فاش نحكي لك. مي نقصد فما راهي عباد تعمل فيه مي هذيك الحاجه اللي تلفزه هلكتها كيف التلفزه نحات البوم باب من التصويره نتاع الاعلام وخليتك الستيلات الجدد يظهروا. الافين اللي ما فيهمش كلام زايد اللي غني على الحب واللي غني على ما نعرفش واللي غني على درشنيه ولا فاهمه فيش نحكي لك. البومباب المسؤول رقم واحد على البومباب في تونس هو الاعلام. علاش كل شيء تحمله للاعلام يا بابلو؟ هاش فسر لك علاش؟ كل شيء هاش فسر لك. فما عباد راهي تخدم في اولد سكول في تونس، فما عباد تعمل في موسيقى اولد سكول وتخدم في وتخرج في صون مش نورمال معناه. واضح؟ مي في الاعلام ما عادش يتعدى الجو هذاك، هاني قلت لك
بالنسبة اليوم حاجة قديمة، فاهمة فيش نحكي لك؟ بالنسبة اليوم يلزمك تجيب جديد باش تتعاد. صحيح ولا انا غال؟ يا منتي زادا يعجبك الستيل الجديد، لا بروف قاتي. ماكش فهمتني. اي فهمتك فهمتك. انا نحكي لك على البومباب كيفاش قاعد من ناحية من التصويرة نتاع الراي العام معناها. فهمتك واضح على الاخر. واضح. اما جوست نحب نفهم. انا نخدم نجم نعمل بومباب ونجم نعمل ستيل جديد ونجم نعمل حاجة أخرى جملة ونجم انا صوتي يساعدني نجم نعمل بيه برشا حاجات. نعرف نغني انا يعني. مش هكاكا معناها. نعرف نغني معناها مش حاجة. قبل ما نكمل معاك نصور تحكي برشا مع عصام فانو، شنو هي الستاتيو اللي هابتو على انستغرام؟ اي رابور عملت مع الخيباني باش نلطفو باش نزيد نعمل معها الخيب خاطر ما كانش عندي وقت اليوم. نحكيو على تصفية القلوب. يا ودي مو شنو يصفي قلبه فانو. صفى قلبه معاهم بالعكس. شو قليلهم قدام ناس كل في راس عام معناها. شكون يقصد زعما؟ شنو؟ شكون يقصد؟ نعرفش. تكي جاي عصام من باريس. تعرفش توا بابلو. تكي جاي عصام من باريس تنقل لي تنكلمو يحكي لي يقول انا فرحانه برشا اللي انت كنت حاضر بحضينا. ما شفت. نتمنى لك برشا توفيق. شنو المشاريع الجايه؟ ان شاء الله انا قلت لك عنا الالبوم هذا بشابتر الاثنين بعد غدوه معناها يبدا موجود الستريمات كل. هبطوا منه زوز تراكات تيتر لي انا وعصام. وتيتر هبط ليلة الريفيون. ان شاء الله عنا البوم اخر قاعد يحضر قريب يكمل. اتمنى توفيق للناس كل. نحب نقول للرابرات الكل ان شاء الله عامكم مبروك. نحب نقول لهم ان شاء الله عام سنه تزيد المزيكا تعطي حاجه باهيه. نحب العباد تخدم مع بعضها، نحب العباد تقف مع بعضها ونحيوك العقليه نتاع تاع تنقريس. وين خير من هذاك يا اخويا؟ انت خير كل واحد يشد خدمته وتلهي به، هذيك اهم حاجه. وان شاء الله ربي يعطينا عام باهي وصحه والعافيه وتنحي الكوفيد. ان شاء الله مبروك من توا، نتمنى لك برشا توفيق. نسلم عليها برشا المدام ان شاء الله ربي يهنيكم. ميرسي بوكو مره اخرى، وكل ما يبدا عندك جديد مرحبا بك في ستار تايم.